ما في يخدعني بكلامه هاد وعمايله المنيحة. ومو مهم شو عمل ولا شو حكى، أنا ما بينضحك علي نهائيا. هالطريق بهالمنطقة رح يكون باسم ميرا شارف. ميك تعالي كلي، الكل ناطرينك. شو القصة؟ عم تفقدي لأمك؟ قلي لي سونال، قلي لي كيف بدي كون معصبة من شوريا. هو عم يعمل كرمالي اللي ما تخيلت انه ممكن يعمله اي حدا بحياتي. قليلي كيف؟ ومين قال لازم تكوني معصبة منه؟ وانتي عم تكبتي مشاعرك، مو هيك؟ مساء الخير. لا تطلب مني فوت لجوا. أهلي، شو اللي جابك لهون؟ جيت لحتى خفف عنك. هذا خطاب صادر عن مجلس بلدية هالمنطقة هي، وهو على طلبكن بتغيير موقع سيارة الأكل تبعكن. توافق عليه؟ فيكن تنقلوا السيارة الأسبوع الجاي. ما هيك أنا قلت لك إني بقدر غير حالي كرمالك. أنا بطلت كل العادات القديمة اللي كنت أتصرفها معك. بيدي هي اللي قالت لي إني كون مع مهك، وأنا قلت لها لبيدي إني رح أحمل السعادة لحياة مهك ورح خليها أسعد بنت بالعالم كله. انتو ما عاد رح تشوفوني لحتى تقرر مهك انها ترجع لي. اذا حضرتك خلصت التمثيلية تبعك هي فيك تروح لو سمحت، نحن ورانا شغل مفاضي.
نحن أكيد رح نعمل كل الترتيبات، بس بدنا هالشي يصير بأقرب وقت ممكن رجاءً. إيه طبعاً. مع السلامة. كانت أرجوكي، أنت شو عم تحاولي تعملي؟ خلصينا بقى. بدك يعني اترك شوريا ياخدها؟ إذا نحن ما حاولنا نتصرف بأقصى سرعة، بأكد لك إنه مهك رح ترجع له. وإذا هو كسر قلبه مرة تانية، أكيد هي رح تنهار. لهيك لو سمحت، خليني كمل يلي عم بعمله. مرت عمي، أنا بوعدك هلأ إنه ما رح خلي شوريا يفوت على حياتي بنوب، بس لو سمحتي لا تجبريني اتزوج واحد غيره. مرت عمي، ما بدي اتزوج من اي حدا. لا مهك، مو هاد هو السبب الحقيقي تبعك. انتي ما رح تتزوجي لانه بدك شوريا، ولهيك بدك تضلي عازبه. اسمعي، كتير مهم للواحد انه يتزوج ويستقر كمان. مو منطقي البكي على حب ضايع. لهيك أنا حكيت مع سانديب وعيلته وقدرت أقنعهم كمان إنه الخطبة اليوم المساء، وبعد 3 أيام العرس. وبعدها مهك وسانديب رح ينتقلوا من هاي المدينة. مرت عمي، أنا ما فيني أبداً اتزوج من سانديب وما بحبه. قولي لي بسرعة مهك، انت بتعتبريني مثل امك ولا لا؟ اذا انا مثل امك ورجيني انه انت واثقة فيني وانه كل قرار انا باخده بيكون الافضل لحياتك. بس كانت سانديب ما رفض الزواج من مهك. هو عنده مشاكل بس بتدخل شوريا بحياتها لبنتنا مهك. تتذكروا كيف هدده وقتها؟ راح وكان معصب كتير. خلص أنا أقنعته. بس يا خالتي، أنا ما طلبت رأي ولا أي حدا بخصوص عرس بنتي مهك. مهك كوني جاهزة على الساعة 6 المساء. خبروني لشوف، إذا مفكرين تعملوا لي مشاكل فيكن تقولوا لي من هلأ. وقتها أنا رح ضب غراضي وروح من هذا البيت وما أرجع نهائياً. بس مو طبيعي يا وزير. حبيبتي طولي بالك. شوريا، سونال على التليفون. ايه سونال، شو في؟ شوريا، خالتي بدها تزوجها لمهك بسرعة من ساندي. الخطبة اليوم والعرس بعد 3 أيام. بعدها مهك وساندي رح ينتقلوا على منطقة تانية. بترجاك تعمل شي، مهك مزعوجة كتير. شوريا، نحن تحملنا افعالهم، بس هلا هن بدهم يزوجوا مهك غصبا عنا. يا بتيجي معي يا اما انا لحالي بروح بجيبها. انتوا ما عاد رح تشوفوني لحتى مهك تقرر انها ترجع لي. سونال، انت حكيتي مع مهك؟ شو قالت لك؟ شوريا، عم قلك خالتي بدي تزوج مهك غصبا عنها. حاج تسأل هي الأسئلة؟ انت بس تعال شوريا. شو رح تجي بعد ما تتزوج؟ لا سونال، انا ما رح اعمل اي شي لحتى مهك تطلب مني اعمل شي. لا